الدكتور محمود سالم طبيب بيطري احد المتقدمين او الناجحين في المسابقه اللي تم الغاء مسابقه الطب البيطري في المحافظه. تمام دكتور محمود، سمعنا ان المسابقه تم الغائها، عايزين نعرف السبب بعد اذنك. والله السبب التظلمات اللي تقدمت في المحافظه، والمحافظه قبلتها من حيث الشكل، وتم ارسالها تحويل المسابقه دي التظلمات دي للنيابه. اربع اسباب متقدمين، الاربع اسباب مش منطقيين بالمره. اول سبب قبول اطباء تقديرهم في المؤهل اقل من المتظلمين، ومن المعروف ان التقدير ده معيار تاني في اختيار المتسابقين. المعيار الاول هو النجاح في الامتحان او درجات الامتحان اللي احنا تقدمنا له، فيعني خطا قانوني كبير ان حد يقول ان التقدير ده معيار اولاني. يعني ده بناء على قانون الخدمه المدنيه طبعا، بناء على قانون الخدمه المدنيه اللي هو كان معمول بيه ساعتها. الله يسلمك. تمام كده. السبب الثاني، السبب الثاني عدم اعلان درجات الحاصلين عليها، مما يلقي بضلال الشك والمحسوبيه والمجاملات في الاختيار. دي بقى مشكله موظف، يعني الموظف اللي اعلن النتيجه ما حطش درجات قدامها، دي مش مشكلتي انا. تمام. تمام. السبب الثالث، ليس هناك مساواه في الامتحان التحريري في الاسئله، فالاسئله كانت مختلفه لكل مجموعه بالنسبه لامتحان التخصص، فقد تم تقسيم المتقدمين للوظيفه الى مجموعتين، وكل مجموعه لها امتحان خاص. الكلام ده ما حصلش، احنا كنا في مجموعه واحده، كلنا في مكان واحد، في مدرج واحد في الكليه، وكل واحد امتحان مختلف عن اللي جنبه وعن اللي وراه. طب في محافظات تانية عملت نفس الحكايه يا دكتور؟ كل تقريبا معظم المحافظات عامله كذا نموذج، والدكتور محمد بشير المدير العام بعت فتات للغربيه والاسيوط وتقريبا محافظات تاني، وبعتوا له رد بانه انهم عملوا كذا نموذج. يعني اسيوط كان فيها اربع نماذج، الغربيه تقريبا او الشرقيه 10 نماذج، والمنوفيه يمكن اكثر من 10 نماذج، وعلى كذا يوم، مش يوم واحد زينا وفي مكان واحد. يعني احنا كنا في نفس المكان وفي نفس التوقيت ونموذجين بس عشان ما يحصلش غش. ومع العلم انه الناس اللي نجحت 12 واحد من نموذج و8 من نموذج، يعني تقريبا النسبه 60 ل 40% مش قضيه يعني. طب هل كان في رد من كليه الطب البيطري على ان الامتحانين شبه بعض او بعاد عن بعض او في اختلاف عن بعض؟ بالفعل الدكتور سياده المحافظ بعت للكليه وبعتوا له رد على طول بخطاب موجود معانا اهو، انه الامتحانين متقاربين الى درجه عاليه ويرقى الى مستوى التماثل تماما، كما ان هناك الكثير من الاسئله المكرره بين النموذجين. حضرتك مين اللي بعت الرد؟ اللي بعت الرد ده الدكتور سطوحي، احمد سطوحي، والدكتور ياسر فتحي اسماعيل الناقر، والدكتوره ايمان خليفه صديق. دول اللجنه اللي قالت الراي العلمي في الامتحانين. السبب الرابع اللي احنا برضه اتناقشنا فيه دلوقتي، اللي هو عدم وجود امتحان موحد يكفل تكافؤ الفرص، وده ما يعيبش المسابقه ان في امتحانين نموذجين او ثلاثه، احنا يهمنا ان الامتحانين او الثلاثه او العشره يبقوا متكافئين، واللي اصلا